السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومختلفة من برنامج كلمة فصفى. انزل شارك، صوتك أمانة. وهل يا ترى في من يستحق الأمانة؟ ويا ترى برضو السادة المرشحين في الانتخابات حقا يعرفون الأمانة؟ ده هنعرفه مع ضيفتنا النهاردة، وهي مرشحة لمجلس النواب 2020 عن دائرة البساتين ودار السلام، حاصلة على العديد من الشهادات، وحاصلة أيضا على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة، وحاصلة على شهادات شكر وتقدير من المركز المصري للدراسات والسياسات العامة أثار الحواجز التجارية غير الجمركية على الاستثمارات والتجارة في مصر، وحاصلة أيضا على شهادة شكر وتقدير من مجلس الشباب متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وشهادة تقدير برضو من منتدى منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المصري، وحاصلة على شهادة شكر وتقدير من أكاديمية ناصر العسكري استراتيجية وأمن قومي، وحاصلة على شهادة شكر وتقدير من المؤتمر الأول نحو مستقبل أقل كوارث وأزمات. طبعا ضيفتنا حاصلة على عديد من الشهادات، يعني انا لخصت لحضراتكم عشان بس ناخد نبذة سريعة كده عن ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة. وضيفتنا هي الأستاذة أمنية أيمن. أهلا بحضرتك يا أستاذة أمنية. أهلا بك يا أستاذة مها. طبعا في البداية أنا مبسوطة جدا إن حضرتك شرفتينا النهاردة ولينا الشرف في اللقاء حضرتك. ربنا يخليك. زي ما واضح للمشاهدين إن سن حضرتك صغير، وما شاء الله كمية الشهادات اللي حصلتي عليها وكمية المساعدات والخدمات اللي أديتيها أو قدمتيها لدائرتك ما شاء الله عليكي كبيرة جدا. وطبعا اللي عايز يعرف الكلام ده يدخل على صفحة حضرتك. أستاذة أمنية، في البداية كده كلميني عن الخدمات اللي حضرتك قمتي بيها وبدورك أو بكونك مرأة، أو مش هقول كبيرة لا صغيرة سنا، قولي لي دورك في الخدمات اللي عملتيها. بصي، مبدئيا بس انا حابه الاول اهني الشعب المصري بانتصار اكتوبر العظيم. تاني حاجه بقى اعرفك بقى على امنيه. انا امنيه مواليد البساتين، عشت وتربيت فيها لغايه الان فيها. حبيت ان انا اعمل حاجه مفيده وانزل اعمل حاجه في الارض بجد. ابتديت ان انا اشتغل في العمل العام يعني بما يقارب 5 سنين. عملت حاجات كتير بقى. ابتديت الاول انزل اسمع الناس، الناس محتاجين ايه، الناس ده الكلام ده قبل الترشح، قبل حتى ما تفكري فيه او حتى ما يتعرض عليك ان انت ان حضرتك تقدمي للترشح. خالص خالص. تمام. يمكن انا موضوع الترشح ده ما كانش في دماغي خالص، لا بالعكس، انا عايزه اعمل حاجه لدايرتي، عايزه اعمل حاجه للناس بجد، يعني خير الناس انفعهم بالناس. ابتديت ان انا انزل الشارع اسمع الناس. كان ما كنت بقعد اسمع الناس، اول حاجه كانوا الشباب بيطلبوا شغل، طلبوا ان احنا ما عندناش خدمات كتير في البساتين. كانوا محتاجين مستشفى عام ما عندناش خالص، ما عندناش مكتب توثيق شهر عقاري، كانوا بيبقى صعب جدا ان هم يروحوا زينهم سيده زينب. وفي ناس كبيره السن، وكمان في حضرتك ساعتي انك عملت لهم ده او قدمت لهم ده. الحمد لله ربنا وفقني وقدرت اعمل بدل المقر 2. برضو بالتعاون مع الناس الحلوه بقى اللي هم اللي عايزه تخدم بلدها كمان. اتبرعوا لنا بالمقرات، هم مشكورين طبعا، وبنسعى بقى كمان ان احنا نعمل حاجات اكتر، يعني بجانب طبعا ان احنا عملنا شوادر ضد الغلاء عشان برضو الناس كانت عايزه الاحتياجات اليوميه بتاعتهم. عملنا كمان ملتقى توظيفي للشباب، اهلنا الشباب لسوق العمل ازاي ان هم يعملوا سي في. كل المساعدات اللي حضرتك قدمتيها او الخدمات اللي حضرتك قدمتيها دي قبل اصلا ما تترشحي؟ قبل الترشح، قبل اي حاجه خالص. يعني الكلام ده تقريبا بدايه من 2017 لغايه 2019. عملنا ايه تاني؟ ابتدينا ان احنا برضو كان في وقت كده كان المفروض ان هيبقى في محليات، طبعا اتاجلت. شفنا الكوادر اللي في البساتين وابتدينا ان احنا نخليهم كمان يدربوا الشباب اللي هي لسه عايزه تتاهل ده. معانا مجموعه كبيره جدا مدربه ومؤهله للمحليات، وادينا لهم كمان شهادات معتمده. بتدربوهم بالفعل على ده؟ اه. طيب سبب ترشح استاذه امنيه او اللي خلاكي تفكري انك تخشي المجلس او تخشي في الترشح بحيث ان كده كده انت بتقدمي خدمات؟
بصي، هو بعيدا كمان عن الناس ان هي قالت لي لا وادتني الدفعه الاولى طبعا، واهلي واصحابي واخواتي، في حاجات كتير بتبقى محتاجه الدور الرقابي، تمام. او محتاجه مش هقول لك السلطه، بس هي محتاجه بجد ان انت تكوني في المكان دوت عشان خاطر تقدري تخدمي اكتر. لان انا كامنيه مثلا فرد بيخدم في الارض بتاعته او في الدايره بتاعته بيقدر يعمل حاجه المتاحه في ايديه، ففي حاجات بيصعب عليا ان انا ما بقدرش اعملها اصلا. بتفرق مع ال... مع هنقول موظفين الحكومة، بتفرق لما تخشي بصفتك أمنية كسيدة من سيدات البلد، أمنية كده عادي عايزة تقدم خدمة، بتفرق بقى لما بتيجي الأستاذة أمنية هي اللي عايزة تعمل الموضوع ده، ده بصي بيفرق. بصي هقول لك على حاجه، يمكن احنا برضو بنشكر السيد الرئيس لان هو لما اهتم بالشباب ومؤتمرات الشباب وبقى يسمع للشباب برضو دور المراه، اختلف معانا خالص. يعني احنا تمام. الاول لما كنا بنخش على مسؤول او على مؤسسه ما كانش حد بيسمعنا، لكن دلوقتي لا، بيبتدوا ان هم بيسمعونا وعايزين ان هم كمان ينفذوا معانا. بس احنا محتاجين برضو ان هم يعاونونا اكتر من كده، لان في مشاكل كبيره جدا في دايره البساتين ودار السلام، وبنحلم ان احنا يعني نحقق منها. ان شاء الله. اكيد يا استاذه امنيه، بما اني سنك صغير وبتقدمي او بتعملي ده، فاكيد ان شاء الله يعني الشعب او الدائره بتاعتك معظم السكان هيتجاوبي معاكي، هيساعدوكي أكيد وهيساندوكي. أكيد. طيب استاذه امنيه، بالنسبه من خلال برضو مساعدتك او من خلال خدماتك، ايه الصعوبات اللي ممكن تكوني واجهتيها؟ الصعوبات اللي في الشارع كتير، يعني انت ممكن تكوني داخله بتعملي حاجه بجد وعايزه تنفذيها، بتلاقي ناس تانية صاحبه مصالح بتيجي لا عايزه توقف الموضوع دوت عشان خاطر مصالحهم الشخصيه، فدي برضو بتحتاج ان انت يكون معاكي سلطه او معاكي جهه معينه، ايوه صح. تمام؟ فده ما نقدرش نحققه كفرد، فدي برضو الحاجات اللي خلتني ان انا افكر ان انا اترشح. تمام. تمام. زي ما قلت في البدايه كده، حضرتك انت ما كانش في دماغك اصلا لا انك خالص ترشحي. والله خالص، موضوع الترشح جالي علشان خاطر انا نفسي اخدم اكتر. تمام. انا عملت حاجات كتير بس بامكانياتي اللي انا اقدر عليها، امكانيات محدوده بس مش اكتر يعني. بس احنا بنسعى دلوقتي كده كده اصلا، يعني يمكن انا طلعت على التلفزيون اكتر من مره وطلبت من السيد المحافظ ان هو يخصص لنا ارض نعملها مستشفى. انا عارفه ان الموضوع الناس شايفاه ان هو صعب، بس في نفس الوقت هو سهل. سهل ازاي؟ انا عندي نموذج الشهر العقاري كان بالنسبه لناس كتير ان هو صعب جدا، بس لما انا دخلت فعلا في الموضوع لقيت ناس جدعان وناس بتتبرع. خلي بالك اهل البساتين ودار السلام جدعان جدا، وانا واثقه من ده، وانا واثقه ان فعلا لو المحافظ ادينا الارض دي وقدرنا ناخد الموافقه من وزاره الصحه، انا واثقه ان اهل البساتين كلها ودار السلام هيتكاتفوا وهنعمل حساب في البنك طبعا عشان خاطر يكون برضو علينا دور رقابي شوية، وهنلم اكتر كمان ان شاء اكتر من الله. حق المستشفى ان شاء الله اكيد ان شاء ده الله هيحصل، وبتشجيع حضرتك مع الناس ان شاء الله. استاذ حضرتك واستاذ المشاهدين، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، وكنا وقفنا عند نقطه من خلال مساعدتك يا استاذه امنيه واتكلمنا فيها. عايزه برضو بقى اعرف من حته شخصيه كده شويه، بالنسبه لكونك مرأة، هل بيكون في انتقادات، بيكون في سلبيات بالنسبه لترشحك او بالنسبه لخوضك المعركه، بمعنى اصح ان انت تنزلي وسط المشاهدين، مش المشاهدين اللي قدامنا، لا الناس نفسها اللي في الدائرة، وتتعاملي معاهم وتشوفي بقى مشاكلهم، بيقابلك عقوبات اكيد كده؟ اكيد طبعا. يعني انا نزلت قعدت مع مجموعه قبل كده، فالمجموعه دي كانت كلها شباب بس، وفوجئت ان الشباب دي بتهاجمني لا وبتاع وانت ست وازاي ومش ازاي. فقعدت اتكلمت معاهم شويه وقالوا لي لا النائب ما بيعملش حاجه والنائب ما عملناش حاجه. رحت قعدت اتكلمت معاهم شويه كتير وقلت لهم طب انا عملت وعملت وعملت قبل ما اترشح خالص، وانا ما كانش في دماغي الانتخابات، وانا حد ساكن معاكم في الدايره، وكل المشاكل اللي بتواجهكم دي بتواجهني انا. بالعكس انا قمت من القعده دي، الناس دي كلها كانت معايا وهم اللي بينزلوا لي دلوقتي على الفيسبوك وعلى الصفحات وبيعلقوا لي، لا بالعكس بيدعموك. فهم دلوقتي داعمين ليا. تمام. طيب استاذه امنيه، بالنسبه لموضوع المسانده بقى الماديه،
لان انا عارفه ان التحركات ديت وان انت تلاقي حد زي ما حضرتك وضحت لنا، او لو يا ريت توضحي لنا وتوضحي للمشاهد موضوع البريد. اتفضلي. لا الشهر العقاري. الشهر العقاري. بصي مبدئيا موضوع الشهر العقاري ده الفكره جات لي، انا كنت قاعده في نادي وجات لي ست كبيره مسنه وقالت لي انا محتاجه عربيه توصلني لمكتب توثيق الشهر العقاري في السيده زينب، لان هي كانت كفيفه ما بتشوفش يعني، وكان في حد جايبها عشان خاطر عارف ان انا ممكن اوفر لها ده. فانا لما قعدت كده مع نفسي، طب الست دي قدرت توصل لامنيه، طب ما ممكن غيرها كتير مش هيعرف يوصل يعني. فقعدت افكر ازاي ان انا اعمل مكتب توثيق عندنا في البساتين. الكل قعد يقول لي لا صعب ومش هينفع ودي جهه ووزاره وحاجات. فابتديت ان انا اروح الوزاره واشوف الطلبات بتاعتهم ايه. كانت من اول الطلبات اللي هي صدمتني انا، اللي هو لازم يكون في مقر على الاقل يكون 10 سنين مجانا للوزاره عشان توافق ان هم يعملوا لنا مكتب توثيق في البساتين. قعدت مع نفسي فكرت كتير، بعد كده رحت عرضت على الناس، وابتديت ان انا اقول انا عايزه مكان، وعايزه مكان ده يكون تبرع او جوه نادي او كده. فضلت ابحث لغايه لما لقيت الناس، لا في ناس جت وقالت لي لا احنا عندنا مقرات وعايزين نعمل دوت، ويا ريت ولو انت بجد هتوفري الخدمه دي للناس كلها ايه يعني. فعلا عملت الاولاني، قدرت ان انا احققه. وبعد كده طبعا الاولاني كان بساتين مدرسة السلام، فكانت الاول كان كتابي في زينهم. فبعد بعد ما جه عندنا بقى متطور بسيستم الانتاج الالي والحاجات دي بالارقام، فابتدت ان هم بدل ما بيعملوا 450 توكيل بقى 120 توكيل، فبقت ازمه كبيره ان هو التوكيلات قلت. فاحنا بقينا عايزين ان احنا نكثف حتى الموظفين، قالوا مش هينفع. فقعدت افكر يعني، قلت طب هنعمل ايه. فاما فكرت قلت لا لازم نعمل شهر عقاري تاني برضو في نفس الدايره عشان خاطر نخف الضغط على ده برضو. وانا ببحث كده لقيت حد برضو جه وقال لي لا انا متبرع بالمكان، ولو انت هتقدري توفري في الخدمه ما عنديش اي مشكله ان انا اتبرع بالمكان. طبعا وقدرت ان انا اوفر الخدمه لتاني مره في البساتين. ما شاء الله. طبعا يعني احنا عايزين نقول بس من خلال كاميرتنا او من خلال شاشتنا، زي ما في سيدات بتقف بصلب الحديد، في رجاله لما بتلاقي وقت الجد بيقفوا فعلا. وعايزين وطنهم يعلى ده وعايزين ينهض. كملي يا استاذه امنيه عن الشهر العقاري. بس والحمد لله قدرت اعمل المقرين، هم بعيد عن بعض شويه بس داخل البساتين، وبيخدموا دلوقتي ناس كتير جدا، بساتين ودار السلام مش بساتين بس. وده اللي مخلي حضرتك ان انت ان شاء الله لو يعني خدتي معركه التراشح ده هتقدري ان شاء الله برضو بامر الله تعملي المستشفى اللي يمكن ده حلمك استاذه امنيه. بس هو مش حلمي انا لوحدي، ده حلم كل الناس وكل فرد في البساتين ودار السلام، لان احنا ما عندناش مستشفى عام. وفي نفس الوقت انا بدور على ارض تكون داخل النطاق بتاع الدايره، ما بتبقاش حته متطرفه، لان في ناس بسيطه جدا تبقاش قادره ان هي تركب توك توك او معهاش اصلا حق التوك توك او الميكروباص، فاللي هم بيبقوا عايزين حاجه جنب بيتهم يعني. فان شاء الله بس نفس المحافظ يعني ينظر لينا ويوفر لنا قطعه الارض. انا واثقه 1000000% ان رجاله البساتين ودار السلام وستاتها كمان هيعملوا المستحيل وهنبنيها زي ما احنا النموذج بتاع الشهر العقاري كده، ولقينا متبرعين بالمقرات انا هلاقي متبرعين للمستشفى. على فكره في ناس جم وقالوا لي احنا متبرعين بالحديد والاسمنت والطوب وبالمبنى كله عامه يعني. اكيد بس ان شاء الله خير يعني، ان شاء الله انا متفائله خير، وسواء انا نجحت او ما نجحتش انا مكمله، وده حلمي وانا هفضل وراه لغايه لما يبقى عندنا مستشفى بساتين ودار السلام ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كلميني يا استاذه امنيه عن برضو موضوع ان بتلاقي بقى طبعا كل دائره ما بيبقاش مرشح واحد، ده بيبقى كتير. اكيد كتير. وطبعا بعد ما بينزلوا او بيختاروا العدد الممكن بنبص نلاقي واحد من المرشحين او واحده من المرشحات كسبت الانتخابات، لا سمعنا عن خدمتها، لا سمعنا عن وجودها اصلا، عملت ايه قبل كده للدائره او الكلام ده، مفيش. كل اللي سمعناه ان في فلان او فلانه بينتخب. وكلميني على النقطه دي برضه. والله بصي هي النقطه دي يعني يمكن صعبه جدا، بس يا ريت الناس تتغير، يا ريت الناس بقى تفهم ان لازم يختار صح. اصل بصي يا استاذه امنيه دايما المناطق تقول لك ايه،
احنا ناخد منه دلوقتي، احنا كده كده مش هنطول منه حاجه، احنا ناخد منه احسن ما يطول منه بصي انا في حاجه. مقوله كده ما بنزل الشارع بقولها للناس، اللي هيبيع صوته ما يطالبش بحقه. صح، ما ينور تمام، عليكي. بس يعني ده ملخص الموضوع. انت النهارده بعت صوتك، انت مش هيبقى ليك عين اصلا تروح للمرشح تخبط على بابه وتقول له انا عايز منك خدمه، ما تطلبش بحقك بقى خلاص. فانا نفسي الناس تتغير، يشوفوا مين الصالح او مين اللي هيقدر يخدمهم بجد، مين اللي عنده فكر، مين اللي عنده رؤيه، مين اللي موجود عندهم ومعاهم في نفس المكان هيقدروا يلجأوا له في اي وقت ويكون بابه مفتوح. بس ده اللي نفسي الناس تشوفه. وبصي عايزه اقولك ان في بنسبه 50% امل، لا في يعني ما بنزل وبتكلم مع الناس لا بلاقي الناس فعلا تفكيرها اتغير شويه. بتستجيب. تمام. كلميني برضو يا استاذه اميه عن معظم الناس اللي قالوا لك اترشحي، كان الدفعه دي منهم كانت ليه؟ طبعا هو زي ما حضرتك او موضح من حوارنا ان حضرتك عملتي خدمات كتير، وده يمكن مش عشان حضرتك قلتي لي، لا انا شفت حب الناس عندك في الصفحه ما شاء الله، ودعمهم ليكي كتير. تمام. من دائره دار السلام والبساتين. تمام. وعايزه حته حل المشكله ان شاء الله، ان شاء الله لو حضرتك امتلكتي الكرسي، حل مشكله كوبري دار السلام. لان امبارح لما اعلنا عن وجود حضرتك معانا كان في احد الاعضاء معانا قالوا لي عايزين نسالها عن الحته دي، لان الحته دي مسببه لنا مشكله كبيره. بس هي المشكله دي اصلا عشان التكاتك، اكيد حضرتك التكاتك، بما انك مقيمه هناك فعارفه. التكاتك والميكروباصات احنا محتاجين يكون عندنا موقف. تمام، ده طبعا هنبتدي ان احنا نشتغل عليه الفتره الجايه، نبحث عنه عشان خاطر يكون برضو في مكان ما يكونش بعيد عن الكوبري عشان برضو الناس ما تتبهدلش. موضوع التوك توك بقى انا اتكلمت عليه اصلا يعني قبل ما ترشح برضو، بس كان قبل الترشح بفتره قريبه، يعني ان انا عايزه اقنن وضع التوك توك. الناس كتير هاجمتني في الموضوع ده، ازاي ومش ازاي فهماني. بس انا لا، انا شايفه ان هو موضوع سهل. بالعكس انا ما بطالبش الدوله ان تدفع لي حاجه، انا لا، انا اللي هدخل لصندوق الدوله فلوس. اول حاجه سواق التوك توك او صاحب التوك توك دوت يروح يتصور برقم في الاسم، ويبتدي ان احنا دلوقتي يبقى الرقم ده يبقى على التوك توك. اول حاجه احنا بنقلل الجريمه، تاني حاجه انت بتشوفي اكيد الاطفال 8 سنين و10 سنين سايقين التوك توك، فايده ليهم سواقين التكاتك. اكيد طبعا ليهم، عشان السرقه كمان اللي بتحصل ليهم، وكمان ان لو حصل جريمه هنعرف نجيب سواق التوك توك. تمام. وان سواق التوك توك هيلتزم ما يديش التوك توك لطفل عنده 8 سنين او 10 سنين. انا بشوف حاجات غريبه اصلا بيسوقوها، فهنا لا هيبقى ملتزم وهيبقى خايف اكتر من اي حد. فدي برضو هنسعى عليها ان شاء الله الفتره الجايه، هنشوف هتتعمل ازاي وانا هتبقى ازاي مع المرور والاسم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني باقي دقائق قليله على ختام حلقتي، حضرتك حابه تقولي ايه برضو لاهل دايرتك؟ انا حابه اقول لهم ايه، انا حابه اقول لهم اختاروا صح يا جماعه، وصوتنا ما يبقاش للبيع، عشان مش عشان خاطر النهارده ان احنا 50 او 100 جنيه او كرتونه هنقعد 5 سنين بنعاني. لا يعني اختاروا صح، في شباب كتير زي الفل، بعيدا عني انا كمان في ناس كتير نازله زي الفل وعايزه تعمل بجد حاجات كتير. لو لا قدر الله استاذه امنيه ما بقتش على الكرسي، هل هتكملي؟ لا طبعا انا هكمل، لان انا كده كده كنت حابه ده، بعمله بحب وانا اللي عايزاه، وكنت بعمل قبل كده، وان شاء الله هكمل سواء نجحت او ما نجحتش انا مكمله، وكل الحاجات اللي انا عايزه اعملها هعملها ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. ربنا معاكي يا استاذه امنيه، وكلنا معاكي، ربنا يخليك. واكيد اهالي الدايره الخاصين بالدائره بتاعت حضرتك اكيد دعمهم ليكي، وده انا شفته على صفحه حضرتك وشفت يخليك. حب الناس ليكي، ربنا يوفقك. دي احسن حاجه طبعا حب الناس. اكيد اكيد. استاذه امنيه شرفتيني، وانا مبسوطه جدا ان في نماذج والله مشرفه من المراه زي حضرتك كده بتبدا وبتدي جدا من حياتها للوطن. طبعا لان عملك اكيد يعني مش طبعا عمل سهل، ربنا يوفقك، ربنا يكون كل الدعم ليك يا استاذه امنيه. ميرسي. ربنا طبعا. استاذه امنيه رمز الايه بقى؟ الفراشه. تمام. رقم 14 معانا اهو على الشاشه. للاسف وقت حلقتي خلص، بس احب اقول لكم مشاهديني انتظروني الحلقه الجايه ان شاء الله بامر الله مع استاذ مؤسسه الغفور الرحيم، الاستاذ خيري، الاستاذ لا سوري انا اسفه، الاستاذ فتحي. انتظرونا الحلقه الجايه معايا ان شاء الله بامر الله. وعايزه اهنئ الشعب المصري بمناسبه
مفيش احسن من المسابقات اللي احنا فيها دي دلوقتي، ويا رب يا رب يا رب اشوفكم على خير، ونكون كنا ضيوف خفاف عليكم. الى اللقاء.